ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم کتاب السلم شروع کریں گے. اس میں یہ بیع و شراء کی ایک قسم ہے سلم, اس سے متعلق اس میں احادیث مبارکہ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بیع کے بارے میں جو ہدایات فرمائی اور جو رہنمائی فرمائی احادیث, تو امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث کو اس کتاب میں لے کر آئے ہیں. باب السلم فی قیل معلوم. حدثنا عمر بن زرارة حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا بن ابی نجیح عن عبداللہ بن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ والناس یسلفون فی التمر العام والعامین او قال عامین او ثلاثة, شک اسماعیل فقال من سلف فی تمر فلیسلف فی قیل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد حدثنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيانة اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر سنتين والثلاثة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان حدثني ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي عن ابن أبي المجالد حا وحدثني يحيى حدثنا بكير عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حا وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن هادي وأبو بردة في السلف فبعثني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إنا كنا نسرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر, وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. باب السلام إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة, فقال عبد الله كنا نسرف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة فسألت فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا اسحاق الواسطي وحدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي المجالد بهذا فقال فنسلفهم في الحنطه والشعير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطه والشعير والزبيب, وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيتي. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمر قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن, فقال رجل واجه شيء يوزن, فقال رجل إلى جانبه حتى يحرض. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمر عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلام في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نسان بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندور حدثنا شعبة عن عمر عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلام في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يوكل وحتى يوزن. قلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها
قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئته ورهنه درعا له من جديد من حديد. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محمود حدثنا عبد الواحد حدثنا أعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثنا أسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهن منه درعا من حديد. باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بالسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا ابن عيب حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار سنتين والثلاثة فقال أسرف في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم وأسر معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان سليمان الشيباني شاعنا محمد بن أبي المجالدي قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد لعبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنبات من أنبات الشام فنسلف بالحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسأل عن ذلك. باب السلام إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغجرها فلا شفعة له. حدث المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريدي قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسفر بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبية إذا جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في ذلك. فقال سعد والله ما أبتعهما. فقال المسفر والله لا تبتع عنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بهما 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتكهما 4000 وإنما أعطي بهما 500 دينار فأعطاها إياه. باب أجل الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا وحدثني علي حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلي أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات. باب استئجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المصدقين. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين قال فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ قال لن أولى نستعمل على عملنا من أراده. باب رعي الغنم على قراريط. حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمر بن يحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
باب استئجار المشركين عند ضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدليل ثم من بني عبد بن حديج هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل عاصي بن وائل وهو على دين كفار قريش فآمناه فدفعا إليه راحلتيهما وبعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فآتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهما طريق الصاحل. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاث أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرنا عروة بن الزبير عن زبيري عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وبعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء عن صفان بن عيال عن عيال بن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العصة فكان من اوثق اعمالي في نفسي وكان لي اجر فقال انسان فعظ احدهما اصبع صاحبه فانتضع اصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فادر ثنيته وقال افيدع اصبعه في فيك تقضمها قال أحسب قال كم يقضم الفحل. وقال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جدي بمثل هذه القصة أن رجل عض يد رجل فاندر ثنيته فأهدر أبو بكر. باب من استأجر أجيرا فبجن له الأجل ولم يبجن له العمل لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيدي هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيدي فاستقام قال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال سعيد أجرا تأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب بن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراءة فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراءتين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أعطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتي من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك بن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط فعملت اليهود على قراط قراط ثم عملت النصارى على قراط قراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتي من أشاء. باب إثم من منع أجر الأجير. حدثنا يوسف بن محمد حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمره ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره
باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعمل له عمل يوم إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، اكملوا بقيه عملكم وخذوا اجركم كاملا. فابوا وتركوا، واستاجر اخرين بعدهم، فقال: اكملوا بقيه يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الاجر، فعملوها حتى اذا كان حين صلاه العصر. قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: اكملوا بقيه عملكم، فانما بقي من النهار شيء يسير. فابوا فاستاجر قوما ان يعملوا له بقيه يومهم، فعملوا بقيه يوم حتى غابت الشمس، واستكملوا اجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استاجر جينا فترك اجره فعمل فيه المستاجر فزاد، ومن عمل في مال غيره فاستفضل. حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب بن الزهري حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاث رات ممن كان قبلكم حتى اووا المبيت الى غار فدخلوه، فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فناى بي طلب شيء يوما ولم ارح عليهما حتى ناما، فحملت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت ان اغبق قبلهما اهلا ومالا، فلبست القدح على يدي انتظر استيقظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، فانفرجت شيء لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الاخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي، فردتها على نفسها فامتنعت مني حتى المت. فقلت: أما والله حتى تموت حتى ثم تبعث. فلا قاف. قال: وإني لمجد ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وبلد، فأقضيك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وبلدا. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم علي أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشتري المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. وقال الحاكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن 10 دراهم، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: الصحت الرشوة في الحكم، وكان يعطون على الخرص. حدثنا أبو النعمان قال: حدث أبو عبادة عن أبي بشير عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فصعوا له بكل شيء لا ينفع شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرات الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرات، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشيط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: أقسموا. فقال الذي رقاه: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: ما يدريك أن رقية. ثم قال: قد أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة: حدثنا أبو بشير سمعت أبا المتوكل بهذا. باب زريبة العبد وتعاهد زرائب الإيماء. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جبيرة بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وان ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى اجلاهم عمر. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الحوالۃ وهل یرجع فی الحوالۃ. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهم يتخارج الشريكان وأهل الميراث ويأخذ هذا عينا وهذا دين، فإن طوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى مطل الغني ظلم، فإذا أطبع أحدكم على ملي فليتبع. باب إذا أحال على ملي فليس له رد، ومن أتبع على ملي فليتبع. معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل ملي فضمن ذلك منك، فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وبه قال حدثنا المكي مكي بن ابراهيم. وبه قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بجنازه فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ فقالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثه دنانين، فصلى عليها ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة فصلي عليه، قال يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الکفالتی. یہاں سے امام بخاری ان احادیث کے ابواب بیان کر رہے ہیں جن ابواب میں کفالت کے متعلق جتنی احادیث امام بخاری نے بیان فرمائی ان احادیث کا ابواب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں. وقال ابو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم بالمرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. وقال ليس. وبه قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى
بالله شهيدا. فقال فأتني بالكفيل وقال كفى بالله وكيلا. قال صدقت قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجتهم، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه لأجل الذي أجله، ثم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيه 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار. فسألني كفيل فقلت كفى بالله كفيل فرضي بك. فسألني شهيد فقلت كفى بالله شهيد فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الذي كان أسلفه يندر لعل مركبا جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حتبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. وقال والله ما زلت جاهدا حتى في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. وقال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار. باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وبه قال حدثنا السلط بن محمد، وبه قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا. قال ورثة والذين عقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والوفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث يوصى له. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. وبه قال حدثنا عبد محمد بن الصباح. وبه قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. وبه قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام؟ قال وقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه وقال الحسن. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليك؟ قال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى قال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله. وبه قال حدثنا سفيان. وبه قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين وقد أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحتى لي حيثة فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها. باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير. وبه قال حدثنا ليس عن بكير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما
إلا وهما يدينان يدينان الدين. قال أبو عبد الله وقال أبو صالح وبه قال حدثني عبد الله بن يونس عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما أبطلي المسلمون خرج أبو بكر المهاجر قبل الحبشة حتى إذا بلغ برق الغماد لكيه بن داغينة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي وأنا أريد أن أصيح في الأرض وأعبد ربي. وقال ابن الداغينة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتاح لابن داغينة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن داغينة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن داغينة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فيصلي فليقرأ ما شاء ولا يؤذن بذلك ولا يستعلم به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن داغينة لأبي بكر. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فبتن مسجدا بفناء داره وبرد فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكى أن لا يملك دمعه فيه يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إليه ابن داغينة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاب ذلك فبتنا مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته أن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلا وإن أبي إلا أن يعلن فذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن داغينة أبا بكر فقال لقد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم ورأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعد من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر المهاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسحبه وعلى فري راحلتين وكانت عنده ورق السامور 4 أشهر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأله هل ترك لدينه
فضلا هل فإن حدث أنه ترك اليدين وفان صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته كتاب الوكالة ووكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنهم في هديه ثم أمره بقسمتها وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبكي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زحي به أنت باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاذا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وبه قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني على صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمر فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقام أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لنشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم وأباهم باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهم بالصرف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب قال أكل تمر خيبر هكذا قال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بعلجمع بالدراهم ثم ابطع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيء يفسد ذبح وأصلح ما يخاف الفساد وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم وسمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله النافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنهم أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موت فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها وقال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله رضي الله عنهم وباب وكالة الشاهد
والغائب جائزة. وقدم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم إلى قهر إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. وبه قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه قال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. باب البقالة في قضاء الديون. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وبه قال حدثنا شعبة بن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه الغنم فقال نصيبي لكم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير وبه قال حدثني ليس عن حدثني عقيل حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين أما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين فقالوا إنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا طائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم وقال حدثني بجريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم. رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جبل سفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك قلت إني على جبل سفال قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطينيه فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بيعنيه قلت بلى هو لك يا رسول الله قال بل بيعنيه قال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل
قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها فلما هل جارية تلاعبها وتلاعبك. قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت وخلا منها. قال فذلك. ولما قدمنا المدينة قال بي يا بلال أقذه وزده فأعطاه 4 دنانير وزاد قيراطا. قال جابر رضي الله عنهم لا يفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق قيراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. باب بقالة المرأة الإمام في النكاح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال الرجل زوجنيها يا رسول الله. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن هيثم قال أبو عمرو وبه قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب مثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح وبه قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا.
لا تفعل ذلك ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به باب البقالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنهم ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل. بل وكان ابن عمر رضي الله عنهم هو يلي صدقة عمر رضي الله عنهم يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليه. باب البقالة في الحدود. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن سيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وبه قال حدثني أبو سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال جيء بن نعيمان أو ابن نعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. باب المقالة في البدن وتعاهدها. وبه قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قال إذا حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصاريين بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء فكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مما إن فيها طيب فلما نزلت فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقاسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. باب بقالة أمين في الخزانة ونحوها. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطيه ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدث أبو عوانة حا وبه قال حدثني عبد الرحمن بن المبارك وبه قال حدث أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ويأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال مسلم وبه قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن مسالم بن الحمصي وبه قال حدثنا محمد بن زياد الهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم وقال ورأى سكة وشيء من آلة الحرث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة سدي بن عجلان باب اقتناء الكلب للحرث. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة وبه قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال ابن سيرين أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خفيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أسد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ناقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.